أهلا بكم مجددا. شباب عربي يعمل بشكل طموح وابتكاري، عينه على بناء مستقبل أفضل للوطن العربي من خلال توظيف الطاقات الشبابية الكامنة والقادرة على النهوض بالمجتمعات وتفعيل دور الشباب الإيجابي في الرقي والبناء والمساهمة بشكل مباشر في مساعدة الفرد. كونوا مع بعض مبادرة شبابية تنموية، كونوا مع بعض. أكيد هذه المبادرة التي أطلقوا عليها اسم همة شباب. للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا مباشرة في الاستوديو المشرف العام للمبادرة محمد مطهر والمسؤول الإعلامي مدير إنتاج فيديو كليب همة شباب ياسين المخلافي. أهلا ومرحبا بكما معي في الاستوديو. مبادرة رائعة جدا، كنت قبل الدخول إلى الاستوديو قد تابعت بعض أعمال هذه المبادرة، وخارجا عن النص يعطيكم العافية فعلا، يعني همة شباب رائعة جدا. بداية الفكرة من أين أتت وكيف تبلورت وتطورت؟ في الحقيقة في البداية كان في العام 2009، بدأت بفكرة جدا بسيطة. مجموعة شباب اجتمعوا وحبوا أنهم يكون لهم دور في المسؤولية المجتمعية، فكان لهم فكرة أنهم يبدأوا يتطقسوا أو يعملوا مسح ميداني على حالة الأسرة الفقيرة اللي موجودة مبدئيا كانت في صنعاء. وكان الهدف في هذاك العام أنهم يبدأوا يوزعوا مواد غذائية على 100 أسرة. عام وراء عام بدأت الفكرة تكبر أكثر وبدأت الأنشطة تتوسع، وبدأ تقريبا المتطوعين المشاركين معنا في المشروع تزيد أعدادهم على مستوى الجمهورية اليمنية، وبدأوا الشباب اللي موجودين معنا خارج اليمن برضو يشاركوا معنا، إلى أن وصلنا إلى تغطية أكثر من 7500 أسرة في 3 أعوام. ولكن في بعد ذلك قلنا طالما وقد معنا رابطة من المجموعة من الشباب حابين احنا نشتغل في عمل مؤسسي، وبدأنا نشتغل على موضوع ان احنا يتم تسجيلها بشكل رسمي ومن ثم نبدأ بأنشطة يليق انها تخرج بشكل مؤسسة. نعم. من هنالك بدأنا في مجموعة أفكار جديدة. يعني فعلا يعطيكم العافية. رح أسأل ياسين عن هالفكرة مباشرة، لما طرحت الفكرة أمامك هل فعلا اعتقدت أن هذه الفكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ومن الممكن أن تصل إلى هذه الأعداد الكبيرة؟ حقيقة بداية أشكر قناة الآن على هذه الاستضافة الكريمة. حقيقة نحن تعودنا في السابق أنه لا، ما فيش حاجة اسمها مستحيل، ما دام عندنا هدف ورؤية واضحة وإيماننا بالله عز وجل قوي إن شاء الله أي شيء بنحققه. لكن اعتدنا انه اي فكره نستقبلها نجلس مع بعض نخطط، نعمل حصر ميداني، نستشير اكبرنا سنا، افهمنا علما، اكثرنا خبره، من ثم عشان نكون اكثر دقه في الاعمال التي بنفذها مستقبلا. كان لها صدى كبير، كبرت الفكره وكبرنا معها مثل ما يقولوا، طموحنا حدوده السماء. ان شاء الله في السنوات القادمه نعمل ان تنتشر اكثر وان يعم الخير. وايضا هنا اريد ان اعرج على شيء مهم، انه إن يجب ان ننتقل، او نحن الان في صدد الانتقال كما قال اخي محمد الى مؤسسه تنمويه، ايضا انتقال بفكر المشروع من اطعام الفقير الى منحه المهنه او مساعدته في عمل مشاريع صغيره عشان يطعم اهله وايضا يفيد المجتمع. يعني هذه الافكار التي تنمو بالمجتمعات وفعلا هي دليل على رقي اي مجتمع، هذه الافكار وهذه الصور التي نراها مباشره على الشاشه، هل قابلت دعما حكوميا ام كان هناك صد من قبل المنظمات والجهات الحكوميه واتهام بمحاوله افتكاك السلطات او الافتكاك في القرار والمهام؟ طبعا احنا في البدايه كنا عارفين انه بلا شك طالما احنا مبادره شبابيه كنا نحاول ان احنا نشتغل في اطار طوعي. فكان طرق ابواب القطاع الحكومي كان لنا دور انه لا يمكن احنا نطرق هذا الباب الا بعد ما ننتقل نقل مؤسسي ويكون لنا تسجيل رسمي. فاحنا لما بدأنا نعرض اعمالنا للقطاع الحكومي لقينا اعقاب كثير منهم، ولكن بشكل او باخر يعني كان لابد ان احنا ننتقل الى تسجيل مؤسسي، ولذلك اعلنا في قبل تقريبا اسبوعين لله الحمد تم تسجيل المؤسسه، وبدانا كما الان نتطرق لمنظمات المجتمع المدني. حابب بس انا اعرج على موضوع انه فريق العمل اللي موجود معانا لولا تكاتفهم ولولا الشغل بعمل الفريق الواحد ما كناش وصلنا الى ما وصلنا له اليوم. في خلال الثلاث الاعوام تفجرت طاقات هائله لم نكن نعرف عنها ولم نكن نسمع عنها
في موجود، لكن لما طرحنا لهم الفرص بدأنا نعرف أنه في طاقة أخونا ياسين من الطاقات الشبابية المكتشفة في همة شباب، وعمل لنا هو طريقة الإنتاج في همة شباب اللي المفروض ينعرض إن شاء الله في عدة قنوات في القريب العاجل. في عندنا شباب من اللي كانوا بدأوا يشتغلوا على موضوع الأغاني الهادفة، مجموعة شباب بدأوا يشتغلوا، فالحمد لله يعني اكتشفت طاقة إن لم تمنح همة شباب هذه الفرص مجموعة شباب كانت لن تكتشف هذه الطاقة. طيب لأتعرف أنا والمشاهدين أكثر على همة شباب سنخرج لنتابع الفيديو الذي أعده ياسين عن همة شباب، ابقوا معنا. طبعا هذا جزء بسيط من فيديو كامل لمهام همة شباب بإمكانكم أن تتابعوه على الآن وعلى اليوتيوب أيضا. الهمة بدأت دائما، الفكرة تبدأ بشخص وتتحول إلى فريق كبير من الأشخاص الذين يتعاونون. هذه الفكرة الضخمة تحتاج إلى تمويل كبير، أخبرونا عن مصدر التمويل لهذه الفكرة. هو في بداية في الحقيقة في بداية الأمر كان الموضوع مجموعة فريق الشباب اللي كانوا موجودين معنا هم اللي كانوا يطرقوا أبواب معارفهم، رجال الأعمال، الناس اللي شغالين في المجتمع اليمني، وبدأوا كمان يتواصلوا مع مجموعة مغتربين خارج اليمن. عندنا تواجد لمتطوعين فعالين في كندا، في أمريكا، في ألمانيا، في بريطانيا. فكان هذا هو المبدأ، لأنه كان أو بداية الطريق، لأنه كنا عارفين أنه عمل توعي، لكن من الآن وصاعدا حنبدأ نتطرق إلى منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر. عندنا تعاونات مع مجموعة منظمات زي منظمة نادي رجال الأعمال. فالحمد لله يعني من الآن وصاعدا حيترتب الأمور وحيكون لنا دور في أن احنا كمان نخلي القطاع الحكومي يكون شارك وفعال معنا في مبادرة همة شباب. طيب الحديث يعني عن التمويل دائما حديث صعب، ودائما المنظمات الغير حكومية تكون مصادر التمويل صعبة بالنسبة إليها. هل وجدتم صعوبة مع مموليكم أم كان هناك ردود فعل إيجابية مباشرة؟ والله في حقيقة الأمر هناك ردود كانت إيجابية كثيرة، ولا شك أنه نحن في مرحلة نقول مرحلة وعي في دور المبادرة الشبابية والمؤسسة الشبابية، وأيضا هناك تكاتف حقيقة، ولابد أن ننصف الجميع من الجوانب، من الجانب الحكومي ومن الجانب الشبابي ومن الجانب التنظيمي ومن جانب المبادرات والداعمين أيضا، أنه خلاص إحنا انتقلنا من أنه يجب أن نرعى الشباب، يجب أن نتيح للشباب فرصة أنه يقدم اللي عنده، يجب أن نسمع للشباب أيضا. فانتقلنا في خلال السنوات الأخيرة الخمس من مرحلة اللاوعي نقول إلى الوعي بدور المؤسسة الشبابية. جميل، يعني فعلا مبادرة تحتاج إلى التكريم. هل هناك أي جهة قامت بتقديم المساعدة أو تكريمكم على هذه الفكرة وتقديم الدعم لهذه الفكرة، جهة منظمة؟ في الحقيقة كان في اليوم العالمي للتطوع اللي كان في ديسمبر 2011 نظمها الـ United Nations UNDP Program، وكنا متواجدين هناك، وكان لنا احنا مكان لعرض فكرة همة شباب. فأجا المنظم أو المسؤول من United Nations عرضنا له الفكرة، فكرة نشجع الفكرة، كان بحد ذاته دعمه المعنوي
عمل فعلا فارغ بفريق العمل، وحبوا انهم يشتغلوا معنا ويواصلوا معنا المسيره. انا في الحقيقه في هذه المناسبه حابب كمان اطرح موضوع انه ان شاء الله على نهايه شهر مايو الحالي حابين ان ننسق المؤتمر، حيكون المؤتمر تحت عنوان تعزيز مفهوم العمل التطوعي الشبابي واثاره في تنميه المجتمعات. حتكون مجموعه مبادرات شبابيه، مؤسسات شبابيه، منظمات المجتمع الدولي حيكونوا مشاركين معنا، وضيوف من الخارج ان شاء الله حتكون مفاجاه، فكمان فرصه مناسبه انه قناه الان يكونوا متواجدين ان شاء الله. نتشرف بهذا الوجود اكيد. المبادرة تغطي الآن عدد كبير من المدن اليمنية، بدأت بمدينة واحدة وانتقلت إلى باقي محافظات اليمن. هل هناك فكرة لتكون هذه المبادرة خارج اليمن أيضا في دول تحتاج وتشهد العديد من الأسر الفقيرة والمحتاجة؟ ولله الحمد، لله الحمد، من الله علينا نحن مبادرة هم شباب بطاقم شبابي رائع متكاتف متعاون طموح ابتكاري. في كثير منهم يسافروا خارج اليمن، غطوا أمريكا، بريطانيا، إمارات، السعودية، كل مناطق أغلب دول العالم، أو نقول كثير من دول العالم. هؤلاء هم رسلنا أيضا، هم يبدأوا في تأسيس هذه الفكرة. أيضا الإنسان الإيجابي في أي مكان، في أي مكان في العالم، هم يقومون بتغطية الأسر اليمنية في الخارج، ليس بتغطية، نشر الفكرة، نشر الفكرة، وأيضا محاولة عن بحث انه تاسيسها مستقبلا. انا اريد ان اعرج على كلمه مهمه، انه نحن كطاقم كامل شبابي، من عملنا في عمل الفيديو كليب، وما انا الا واحد من هذا الطاقم الشبابي الذي كانوا لهم الدور الكبير والايجابي والفاعل في خروج على الفيديو كليب، الذي نامل ان يصل الى كل العالم كرسائل تنمويه توعويه راقيه بفكر شبابي. لانه لماذا احنا اتجهنا لموضوع الفيديو كليب في الفتره الاخيره؟ لانه اصلا اسهل الطرق راينا لوصول الرساله الاعلاميه هو الميديا، والميديا هي تاثير لها تاثير كبير. اذا محمد مطهر المشرف العام لمبادره الشباب، واكيد ياسين المخلافي، شكرا جزيلا لكما، ونتمنى لهذه المبادره ان تستمر وان تتطور ايضا. شكرا لك. شكرا لك.